بمئة كيلومتر لدعية لقراءة. وتعرف العلاقة بين الانفصاليين التي يطلق عليها مسعود قدحا لكنه في الرواية لكنه يبقى مطلعا على ما يجري من أخبار تتصل بمن يسميهم بالربيع تصغيرا وتحقيرا. حينما تدخل العنصر الأجنبي الذي يحاول إقحام إيديولوجيته بشكل ماكر وفي غمرة هذا الجو المشحون تتصاعد أحداث الرواية حائلة معها عدة مواقف ساخنة تمتح جدوتها من نيران قدر الحساء الذي يكاد ينفجر فتتفاعل في حممه ثقافة الصحراء بما تمتاز به من طيلة وشهامة ونبل ونوايا الذين يلعبون على الحبلين. ما يميز هذه الرواية؟ لا تعكس الصراع الكلاسي بين البطل الإشكالي والمجتمع البرجوازي، حيث البطل يؤمن بمبادئ وقضايا لا تنسجم وفلسفة المجتمع. يولد اختلاف هذا الفرق ما بين رؤى البطل وفلسفة المجتمع، تولد اختلافا جوهريا في الرؤية للعالم، وهذا ما يجعل البطل وأمام هذه الوضعية المشكلة إما ينتحر أو يصاب بمس من الجنون أو يستضمر طموحاته وأحلامه ويعيش ممزقا بين كلاشة الاغتراب. البطل في قدر الحساء لا شنو البطل في قدر الحساء سكان بلدة بئر السبع التي تنتمي لقبيلة عربات للصحراء المغربية جنوبا، حيث ظلت مرتبطة بجذورها رغم شح المياه ونضوب بئر يشكل شريان الحياة. وبدل أن تتوسع القبيلة بحثا عن الماء والكلاء فقد تشبثت بترابها الذي تشم فيه تاريخها وهويتها. في الوقت نفسه زادت شرذمة منها وانفصلت بحثا عن المكان الرقيب علّه يضمن لها استمرار. وبين محاولة إصلاح البئر وإعادة الحياة إلى ينابعه من جهة والرغبة في إعادة الانفصاليين إلى جادة الصواب مع وجود بعض الدخلاء الذين آثروا السباحة في المياه العكرة، من جهة ثانية تنهض أحداث الرواية على أكتاف مجموعة من الشخصيات التي تتحرك في نسيج السبب. لذلك يمكن القول إن مقولة الرواية موسعة بين شخصيات أو بين الشخصيات التي تتقاسم بعض وجهات النظر التي تختلف حد القطيعة تارة وتنسجم حد الاندلال تارة أخرى. بلاغة المكان في الرواية. قبل أن نرمى فضاء المكان الذي ستتحرك فيه باقي البنيات السردية ومنها الشخصيات المحملة بهموم الأحداث، لا بأس أن نحدد عباءة الزمن التي سترتديها الأمكنة والتي ستكون ميدانا لصراع الأفكار والمواقف والغايات. لعل قراءتنا للرواية تطلعنا أنها تتعطر ضمن سياق مشروع روائي كبير بدأ من رواية إمارة البئر التي جاءت أحداثها من الخمسينيات انسجاما مع ما يمكن أن نسميه بابا، وهو الذي تحدثنا عنه قبل قليل وبيناه في المدخل والمتمثل أساسا في حكاية الوصل. الفصل الأول وحكاية الفصل الوصل أو الأصل حكاية الأصل لكي نربط ما بين إمارة البئر وما بين قدر الحساء. عندنا قنطرة غايتها هذه العناصر غايتها ربط أواصر رواية إمارة البئر بقدر الحساء، وهذا الربط أسهم في وضع المتلقي في
في موقع يمكنه أن يتخيل أحداث النص الأول والاندماج في النص الثاني، أي إن هذا الباب يمثل، اللي هو حكاية الأصل، يمثل حسن التخلص بين نصين انتهى الأول في نهاية الخمسينيات وبدأ مرجل قدر الحسائي الشائل في بداية الستينيات من القرن الماضي. وهذا بدوره يجعلنا مطمئنين لكون أسرة القبطان منصور السواد متواجدة في بلدة بئر السبع أزيد من 50 سنة، من 50 سنة بين إمارة البئر وقدر الحساء، حيث البدايات كانت في ثلاثينيات القرن الماضي، حينما الروايات تقول هذا الكلام مباشرة، ولكن هناك إيحاءات. تقول الرواية: شيخ قبيلة أعرابات، وهي قبيلة واسعة، سيدي المختار العريبي لجده محمد العالم جد المنصور آمرا لبئر السبع، يعني قهد الإمارة. هذا الشيخ عرابات سيدي المختار أعطى الإمارة لجد البطل، إذا سمينا البطل هو منصور. إذا الجد والأب والابن والحفيد، إذا هناك أربعة أعتقد أجيال، خمسة أجيال تتناوب على إمارة هذا البئر. بيد أن أحداث الرواية قدر الحساء تبتدئ مع مطلع الستينيات، ويؤكد هذا مؤشران اثنان. مرة أخرى الرواية لا تقول إنها في الستينيات أو كذا، لا أبدا، ولكن هناك التلميح البلاغي بدل التصريح. تقول الرواية: ثم انصرف، أي القبطان منصور،